انت كلاعب منتخب وطني شلون شفت هذا الفوز من وجهة نظرك؟ والله بالتأكيد انه الفوز فوز مهم جدا، الثلاث نقاط في هذه المرحلة مهمة جدا. نعم. يعني مثل ما تعلم ويعلم الجمهور العراقي انه احنا بمرحلة المرحلة الأخيرة بالتصفيات، والنقاط اللي تحصل عليها في هذه الفترة كل النقاط اللي تحصل عليها هي نقاط ثمينة جدا ومهمة جدا. الفوز يعني الثلاث نقاط غطت العيوب اللي متواجدة في المنتخب الوطني. بالتأكيد انه اكو سلبيات كثيرة جدا بالمنتخب، ويعني مع بعض اللاعبين وبعض الأسماء، لكن في المجمل العام انه النتيجة هي مهمة في هذه الفترة، انه الثلاث نقاط مهمة. الحمد لله انه فزنا واخذنا الثلاث نقاط. الحالات السلبيه اللي مشخصانا في المنتخب الوطني اكو لها اسباب كثيره جدا. عجبك الاداء لو ما عجبك؟ انا عجبتني الثلاث نقاط، عجبني فقط. نعم عجبني الاداء بعض اللاعبين، يعني تقريبا يعني اربع لاعبين ومن ضمنهم الحارس، وعجبني ايضا اسلوب المدرب. يعني ثلاث لاعبين وحارس عجبوك فقط؟ نعم هم اللي كانوا لو اربعه وحارس تقريبا، لو الثلاثه اربعه وحارس. منو اللي عجبك؟